بشخصية المرأة أنا تبعت، يعني هي كيانة كامرأة ما بتحب طبعا حدا يتسلط عليها، التسلط بس بتحبه بحياتها الجنسية. مثل ما منحقق الأنوثة الذكورة كمان بدها وقت لتتحقق. نحن عم نحكي عن كف كفين، ما عم نحكي عن ضرب مبرح يعني، ومش أول مرة، مش أول مرة، ويمكن ما تكون آخر مرة. ممكن كانت غلطانة وتعتذر رغم إنها أكلي كف، رغم أو أنا البدل يعني كمان حس إنه تسرعت وبتسحقك كف. نعم. تقبلها أو لا؟ يعني أنا ضد التعنيف الأسري بس ممكن مع تأديب. المرأة القضيبية لفام فليك المفهوم تبعها هو المرأة التي تحاشر الرجل وتتحول كلها إلى رجل، إلى قضيب أو إلى رجل؟ إلى قضيب. الليلة رح نكفي من مطرح ما انتهت هالحلقة لندرس ونحلل مفهوم المرأة القضيبية اللي هي منا قوية وبس، ومنا مسترجلة وبس، وكمان منا أخت الرجال وبس. هي امرأة بتشوف نفسها بالمراية قضيب ذكري بدها تحطم كل رجل قدامها. من هي المرأة القضيبية؟ كيف بتكون علاقتها بالرجال؟ هل هي الزوج الأمثل للرجل المثلي أم أنها تريد أن تكون الأسد بالصالون والحمل بغرفة النوم؟ أسئلة رح أطرحها على ضيفتي المعالجة النفسية الدكتورة رندا شليطة. مساء الخير دكتورة رندا. نحن عم نحكي عن المرأة القوية أو المسترجلة يلي عم بيخطوها هيك، في منا شيء إنه ما عم تقدر، في يعني في جيل هلأ بعده ما عم بيقدر يوفق بين شو كانت المرأة بنظر المجتمع، شو هي المرأة الصالحة، الأم الصالحة، الزوجة الصالحة، وكيف مثلا اليوم بدها تشتغل، بدها تصير مستقلة ماديا، إذا ما عجبها الزواج بدها تظهر منه أو تتراجع عنه، نظرة المجتمع لها بعد في ما قدروا، يعني بتجي مشاكلهم من هالموضوع هيدا، إنه بعدهم عالقات ما بين الماضي والحاضر. شو بتعملوا بس تعصبوا؟ خلينا نشوف. بتعملي بس تعصبي؟ صرخ. بحكي حالي، بصير بمشي بحكي حالي، شو بدي أعمل؟ بخبط شيء. بطلع خلي بس ما بكسر، لا بسبسب. ببكي وأنا أرتاح. كسر الدنيا. ما بعصب. بيكل شوكولا. ببكي. بعيط، بكسر، بجن، بضرب كمان. ما بجاوب. بشرب قهوة. بنام. اضربها اضربها. زوجتي. تضربني. لما تعبدها من البيت دغري، لأنه عصبية شوي، مش ما تخلاني أفل من البيت دغري. بتركه بمشي. بلا يروق برجع بشوفه. ايه بعد على جنب اكيد. بهرب. الرجل العنيف مع المرأة هو الرجل ما بيقدر يتقبل المرأة ككيان يعني محترم، بده يحقرها لحتى يقدر يمارس الجنس معه. شو بده غير هيك؟ ليه بيضربها؟ ليه منضرب آخر؟ ليه يعني متعدى على آخر؟ مش لنحقره؟ مش لنوطيه؟ أو لأنه الآخر ما عم يستجيب لرغباتنا، أو لأنه الآخر ما عم يستجيب لرغباتنا، أو لأنه نحن عصبيين. طيب نحن عصبيين، عال عصبيين، في قانون. ما حكينا مرة هذيك مرة إنه القانون مفروض كل شيء تعدي على الآخر، إن كان واحد عم بقص شجرة ممنوع. تقرير تاني كمان استوحيناه من أصحابي بهالأيام على التويتر، أسوأ جمل الانفصال. بزنا بزنا. يمكن ما بقى قادر كفي معك. نحن مش منزل بعتذر، يعني عم بيصير ما كان بريد هيك يصير معك. شو هالوقت اللي ضيعته معك؟ ما بحبك. ما بدي اشوف صورة وجهك. It's not me, it's you. That's the problem. حق علي مش عليك. بكرهك؟ لا خلي عليك خلي. مش قصدي. بتحبك من الأول فرحلي من عنا. أنت تستاهلي واحد أحسن مني. هي قلت له. أنت واحد مثل. Stay friends. إن شاء الله تلاقي أحسن مني. خلي عني ما بقى طايق. روحي منك لله. خلي عني. المرأة بتحب، بطبع المرأة بتحب الرجال القوي. بس لما المرأة تكسر هيبته للرجال ويكون بطل في رجال وفي مرأة، يكونوا تو ماتش ايكوال. واوقات دائما بهالوقت انه المرأة عم تكون اقوى من الرجال. المرأة بس تحطم الرجال بتصير تطلع على واحد ثاني واقوى منه. سو بهذه الحالة
كيف المرأة لازم تكون هي رب البيت، كيف لازم تكون المرأة هي القوية والرجال هو الضعيف. I didn't get the logic. يعني أسوأ شيء للمرأة ممكن يحصل لها بحياتها العاطفية والجنسية إنها تقدر تحطم الشريك اللي هي بدها تعيش معه. كثير قوية هالفكرة. ولكن لما تحطمه بيكون في قدامه رجل مش يعني قادر إنه هو يلعب دور الرجل. احيانا هالكوبل هيدا بيمشي لوقت طويل، يعني هو الرجل اللي عنده جنس مثلي بيبحث لحتى بالمجتمع يغطي الموضوع عن امراه، وهيدي المراه بالاول بتروح لهيدا الرجل اللي هو يعني اثنينهم بيكونوا عم بيلبوا يعني هي بتنظم كل الاسره، وهون بتلاقي المراه القضيبيه يعني مثل محيط منيح لها. بس هي المرأة القضيبية فيها تعيش مع رجل مش كتير قوي مع بالجنس أو كمان أكيد. أو بتفضل يعني إيه ليش لا؟ ما زالوا هي بتقدر يعني هي بتمسك الطيارة بتسوقها كل الوقت. وهل ميسر رح بلش منك، هل بتلاقي نفسك أنت امرأة قوية أو لا؟ مبلا. كيف تعبري عن هالقوة؟ يعني كيف ليه عم تقولي مبلا؟ لأن ببقى في مرأة ضعيفة، كل النسوان صارت قوية بكل بساطة. كيف؟ لأنه أول شيء بطل الرجال رجال، صارت المرأة أقوى منه كل شيء، بعملها، بحياتها، يمكن بطلاقة، هي تحمل مسؤولية كل شيء. أنا بعرف أختار رجالي، إن كان مش رجال ما بدي. هو ما أثبت إنه رجل. أنا لأن بدي الرجل يكون قبل ما يكون رجل يكون بيي. أنا انحرمت منه. حس بهالشيء فيه بعدين اللي حسه إنه هو حبيبي. أنت عم فتي على الشخص اللي كسر لك راسك؟ يا ريت بلاقي. لو لقيته قال هيدا هو. يا ريت بلاقي. انت ما عم تلاقي حدا رجل يقدر يكسر لك راسك؟ ما بيقدر. لك يا اختي اذا حدا قدر هيدا بيكون بتمنى. بتمنى. شو الفرق بينك وبين ليان؟ شخصيتها ضعيفه. ما عجبتني. ما عجبتني شخصيتها. كيف شخصيتها ضعيفه؟ هيك حسيت. فيك تسال الدكتوره. انا ما بجاوب عليك من غيري. ليان انت تشوف يعني لانه مش مدعوكه بالحياه منيح. بيجي الرجل العشيق، العشيق الذي يعشق يعني المراه، بيطبع لها الانوثه تبعها، بينتزعها انتزاع منها وبيقول لها انت امراه صالحه للجنس. حلو. قول لي لانه هو زوجها بتكون مثل ما قلنا اخترقته او دعست عليه او مشت عليه، مش هيدا هو اللي بده. يعني الامراه القضيبيه تبقى قضيبيه الى ان ياتي رجل ما هو العشيق الذي يعشق الذي يحب بالطريقه اللي هي بدها اياها، يلي بيجي طف يلي بيقول لها انا الرجل وانت المراه. وهي بتكون اسعد انسانه بهذا الوقت لانها تكتشف الحب، تكتشف الجنس بهذا الوقت وتكتشف العلاقه مع الرجل، وبتصير من امراه قضيبيه بمنافسه مع الرجل، هي يلي بتغسل اجرين الرجل، تشرب له زومهم، بتكون كثير كثير مبسوطه. لا 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 ابدا. هذا شو بعدين؟ لا خلص مرادي لا ما عندي. لا لا فيش بنعرف عنه، ما فيش شيء بنعرف عنه. اسال سؤال عن الجنس يعني؟ سؤال جنس؟ سؤال ما تفكير هيدي. سؤال جنسي. يعني الواحد قادر بعد ولا مش قادر هيدي؟ اللي كنا عم نعمله مثل ما عملنا بفاشن بوليس، نوقف حدا عن الطريق ونقول له اسال سؤال جنس. خلينا نبلش مع اول سؤال. السؤال انه المرأة لأي سنة بتضل الماكسيموم يعني بضل عندها قبول جنسي؟ ليش كل ما حدا بيشوف تي في مرة عم تحكي على التي في هيدا سؤال جنسي بيقفوا بيتفرجوا عليها بدل ما يسمعوها؟ يعني عم طلعوا على شكلنا نحن عم نسأل.
رجال اللي عم تقطع وليه عم بيصورني العادة ليه ما بيفتحوا ستريب شو لرجال بلبنان